حد بيسأل إيه الفارق في الخطأ بين نسطور والخلقدونيين؟ هو نسطور قال إن المسيح شخصين، الخلقدونيين بيقول المسيح طبيعتين، بيعتبروه شخص واحد لكنه طبيعتين. إحنا بقى غير الخلقدونيين بنؤمن إن المسيح شخص واحد، طبيعة واحدة، أكنوم واحد. هل إحنا بنلغي اللاهوت؟ لا طبعا. هل بنلغي الناسوت؟ لا. أمال تقول لي أمال طبيعة واحدة ليه؟ لأننا نؤمن بالاتحاد الكامل بين اللاهوت والناسوت، بنسميها وحدة طبيعية وحدة أقنومية، بحيث في الآخر ما نقدرش نتكلم عن طبيعتين، لا قبل الاتحاد ولا بعد الاتحاد. ده الإيمان اللي استوعبه أباؤنا القديسين وسلموه لينا، ما نقدرش نتكلم عن طبيعتين. تقولي طب ما احنا أحيانا بنقول مثلا يا من ذاق الموت بالجسد، طبعا لان اللاهوت لا يموت. تقولي طب ما احنا كده اتكلمنا عن طبيعتين. لا، القديس كيرلس الكبير قال التمييز بين الطبيعتين في ذهننا احنا فقط، لكن هو في الحقيقه شخص واحد، طبيعه واحده من طبيعتين. عشان كده مش بنستعجب ولا بنتحير لما نقول العذراء ام الله، لما نقول الله مات على الصليب، لما نقول يا من ذاق الموت بالجسد، هو اللي ذاق الموت بس بالجسد، لما نقول بموتك يا رب نبشر، لما نقول ايدين المسيح محيية، اخذ خبز عن يديه المحييتين، ازاي ايده محية؟ لما المسيح يقول ابن الانسان الذي هو في السماء، ما هو نفس الشخص، ازاي ابن الانسان اللي قاعد جنب نيقوديموس يكون في السماء، ما هو نفس الشخص. فاحنا في الايمان السكندري النقي اللي لازم نتمسك بيه ونفهم ان هو متميز عن اي ايمان في الدنيا وهو الصح، مش عشان احنا سكندريين لكن عشان هو الصح، ان احنا بنؤمن بشخص واحد، اقنوم واحد، طبيعة واحدة من طبيعتين. لكن في حقيقة في فرق كبير جدا بين نسطور والخلقدونيين، عشان ما نظلمهمش. نسطور قال شخصين، اللوغوس شخص ويسوع شخص اخر، والاتحاد بينهم اتحاد مصحب. عشان كده تلاحظوا احيانا في الايقونات بتاعت الطبيعتين يعملوا المسيح عامل صباعه كده، لكن احنا بنقول شخص واحد.